فاطمة. أكيد كلشي كيتسنى واقع هاد البارون. أنا هاد السيد ولا ماشي من حق تحت يعرف مي أنا غنقولها. هاد السيد دخل من باب الواسعة وبغى يتزوج بلطيفة، معرفة بالضبط 15 يوم وطلب الزواج، وهاد 15 يوم عرفتو بأنه رجل أعمال من أفارقة اللي جاو المغرب باش يستثمروا في المغرب، وكان سيدنا الله ينصرو يلاه كان مشى لمالي وجاي من مالي باش أنه يستثمر، وعرفتو شركات وعرفتو عنده أموال وعنده ماشي عنده مخدرات، عرفتو كأي وحدة غتعرف إنسان عنده ما غنتزوج شي واحد نخدم عليه من جرى أني واحد عنده رزقه وطلبني في الحلال، مشي تبعها في الحلال، راجلي على سنة الله ورسوله كان. يمكن هادو اللي قالوا راني مزوجة بستة ديال الرجال ولا كتار وهذا وقيلت هما حضروا فيه يقولوا لكم كيفاش كان ضرب الصداق. هاد السيد جنب باب واسعة تزوجت بيه وكان وشتو وشتو مع ناس ومع مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش تطيح لي في بالي ان واحد يجي تبيع مخدرات او كيف، انا ما قدرتش الان نقول اش كيدير اش بابا كانوا كيف بلاد، ماشي انا اللي غادي نقول لكم اش كيدير ولا اش ما يعني. زوج على سنة الله ورسوله، طلقت منه مدة 4 شهور وعشر ايام بحال شديت حق الله. علاش ما طلقتش منه؟ حيت عرفتو بارون المخدرات ابدا. واش هذا الشيء صح نيت؟ اولا خصكم تعرفوه كيعرفوها كاع اللي تزوجوا في المغرب وتزوجوا بانسان يعني جنسيه اخرى زوج مختلط، تيكون واحد لونكيت لونكيت ديال البوليس، هل هو عنده شي متابعه قانونيه؟ على السيد ما عنده والو، السيد رجل اعمال، السيد ما عنده والو. سالت عليه الناس اللي عرفتو معاه قال لك رجل اعمال وجاي يستثمر، ماذا بيا يستثمر في بلادي؟ ماذا بيا يخدم الناس؟ ماذا ماشي باش يعيشني. على فكره انا عايش في داري، جا عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي، انا داري اللي كسبت هذه اللي كنسكن فيها اللي كتقولوا قصر، ماشي قصر فيلا بحجم الناس، بنيتها في 2005. وهذا السيد عرفته في 2000 في الاواخر 2013، ولاك دو مارياج عندي معاه من الاخر من الاول جانفي الى 6 شهر 6 ماي، يعني 4 شهور. طلقت منه لانه السيد ما بغانيش نبقى في الدار ديالي من حقه، كيقول لك انا ما نسكنش في دارك وانا عندي الماده وعندي خصك تكوني معايا في الدار البيضاء. مشيت مع السيد، ماشي شكلي، ماشي انا، ماشي شكل السهرات، ماشي شكل ديال، ماشي عرفت بان ما يمكنليش، فقط ما يمكنليش، كان هناك غموض خصني نعرف بزاف د الحوايج. السيد رافض، فقلت له اللي جمعونا يفرقونا، وتفرقت معاه طلاق شقاق. هاد البارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قالوا عنده جزر، انا ما تعرفش هادشي، سعداتكم عرفتوه. طلقت من طلاق الشقاق، يعني حتى العدول انا اللي خلصته. اوكي لو كنت عرفتو بارون وعندو هادشي وغنقول ليه، انا كنت بصح طمعت في انسان بحال هذا. انا مشت منه، انا كنت فيه مشت منه غير الخير، مشت راجل كازمع كيامر تزوجات ما صدقش الزواج، ما نقدرش نكون مع انسان ما عارفاش شنو تيدير بالضبط، يعني ها الشركات ها كلشي، مي كل مره كنسالو على بزاف الحوايج، انا في غنى عن المشاكل. طلقت طلاق شقاق، ما خديت ولا فرانك، دار داري، والفيلا اللي كلشي كيهضر عليها وتيقول وخلا لها قصر وفيلا، الحمد لله القانون والفرقه الوطنيه عرفت شكون اللي عرفتكم شكون اللي ساكن فيها، ماشي انا ما نخلاليش انا. ولو كون عرفتو بارون لو كون قلت له كتب لي داكشي كله اللي عندك باش ما يمشيلكش وما يوقعلكش مشاكل ويتشد هو ولا يهرب ولا هذا، كيبقى عندي كلشي. مي انا عندي الحمد لله رضات الوالدين محبه الجمهور ومستوره والحمد لله مستوره. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.